في رثاء آية نعامني. رحماك آيته يا ابنة عرابة الأبية، يا وردة ذوت في بلاد قصية، سافرت بعيدا تطلبين العلم والحرية في بعثة دراسية، فأبى القضاء إلا أن تعودي جثة أزلية. كان مصيرك الموت في دولة إفريقية، بموتك هذا أنزلت على فلسطين والأمة العربية الكرب والحزن والدمعة الشجية. يا له من مصير أدمى القلوب وأبكانا بحسرة سخية. رحماك آية يا ابنة البطوف أيتها العروس الجليلية، بموتك هذا لك الخلاص والرحمة الإلهية.